عاشت ظروفاً صعبة حولتها إلى امرأة قوية تقوم بتغطية الأحداث الجارية بطريقة محترفة، هي الإعلامية السورية رامية الإبراهيم التي لم تكن حياتها سهلة أبداً، ووصولها إلى العمل الإعلامي كان شاقاً، وقيل إنها من أكثر إعلاميات سوريا المحترفات وصاحبة البصمة المميزة. أبرز محطات حياتها نستعرضها لكم في ملخص القصة. تعتبر رامية الإبراهيم إعلامية سورية شهيرة عرفت بجديتها وذكائها وقوة شخصيتها. عانت الكثير من الأزمات في حياتها لكنها استطاعت الصمود والمواجهة، وعاشت طفولة صعبة للغاية حيث أن والدتها قامت بتربيتها وحدها هي وأشقائها الذين كان عددهم 11 بعد أن تخلى عنهم والدهم، لكن والدتها واجهت الحيلة وحدها بكل قوة وشجاعة، وعانت الكثير من أجل تربيتها هي وإخوتها، وكانت والدتها تأمل لها أن تكون معلمة، لكنها دخلت مجال الإعلام رغبة منها في أن تكون مذيعة مشهورة. عملت رامية ممثلة صوتية من خلال مركز الزهرة السوري، ثم عملت في قناة الميادين في بيروت كمراسلة، وعرفت بأسلوبها وطريقتها الخاصة في تناول الأحداث، خاصة مع وضع الجوانب الإنسانية في الاعتبار. كان لها العديد من التغطية الإعلامية للأحداث الجارية الهامة، منها تغطية القمة العربية بالجزائر والتي أشاد الجميع بتغطيتها لها ولأحداثها الهامة، وأحبها الجزائريون حين قالت إن الجزائر هي روح فلسطين، وأيضا عندما كانت تغطي أحداث صنعاء المأساوية في 2016 حيث انهارت باكية على الهواء مباشرة وهي تقوم بتغطية قصف قاعة عزاء في صنعاء ولم تستطع أن تتمالك مشاعرها، رغم أنها تعرضت للانتقادات بسبب بكائها من بعض الناشطين السوريين الذين انتقدوا تصرفها، وإنه من الأولى حسب قولهم أن تبكي رامية وهي تغطي أحداث سوريا وما يتعرض له الشعب السوري. وانهالت التعليقات السلبية على فيديو بكاء رامية رغم أنه كان تعاطفا إنسانيا منها لحادث مأساوي. تزوجت الإعلامية رامية مرتين، المرة الأولى عندما كانت في سوريا وقالت إنها تعرضت لمشاكل أسرية تسببت في انفصالها، أما المرة الثانية فقد احتفلت منذ سنوات بزواجها من زميلها في قناة الميادين سيريل، واحتفلت في بيروت وسط أصدقائها وزملائها في القناة وأنجبت ابنة أسمتها روح. ودائما ما تنشر رامية عبر صفحتها الرسمية منشورات تعبر عن مدى حنينها إلى بلدها سوريا وأنها دائما مشتاقة للذهاب إلى سوريا، وكيف أن والدتها زرعت فيها هي وإخوتها حب الوطن والتعلق به، وأنها تتمنى أن تتحسن الأوضاع السورية في كل مكان وأن يعود وطنها كما كان. ورغم أن البعض دائما ما يهاجمونها بسبب جديتها الزائدة عن الحد وعدم إبدائها تعاطفا وهي تغطي بعض الأحداث السورية، لكن رامية ردت على ذلك الانتقاد بأن المهنية الإعلامية تتطلب منها نقل وتغطية الحدث دون إبداء أي آراء شخصية بخصوصه، وأنها تحتفظ برأيها ولا يصح إظهاره عبر الشاشة لأن الإعلامي يجب أن يكون دائما محايدا قدر ما يستطيع، لكن هذا لا يمنع تعاطفها الدائم وحنينها إلى بلدها سوريا.